ومستضيف. طيب جديه شوي. اي الحين خبطت انا بروح وصلنا وين بو انهى البرنامج. اسمع انهى البرنامج عبد المجيد. انهى البرنامج يواسي كرسي. اي سوي سوي غيره. انهى البرنامج. اسمع يا جمهور. يلا اللي ورا. اسمع يا جمهور. اسمع وصلنا. يلا يا عبد المجيد. مشاهدينا الكرام، قبل قليل كان معنا الشاعر ركان بن ملهي والمنشد والشاعر ايضا بخيت ابن مهنا، وللاسف الشديد حصل يعني صاروا هم اللي يتحكمون في الضيوف، وكاني انا كرسي هو يتحكم بالضيف وهو يغير الضيف. فنعتذر لكم، لان الاعداد عندنا انهى البرنامج. الاعداد عندنا اللي هو فهد مطيري مشغول جدا مهم، فنرحب ايضا بالضيوف الجدد. اهلا وسهلا بكم. المنشد فيصل الحربي، الممثل محمد خلاص، الممثل محمد شراني، اهلا وسهلا بكم. يا مرحبا والله يا ابو سامي، انا جدا سعيد بتواجدي معك. شخصيه راقيه، شخصيه جميله، مقدم خرافي، فاحنا جدا سعيدين انا واخوي. ارفع صوتك. الممثل محمد الشهراني، هلا والله فيك. الحين تبي القلم عشان اكتب. خلني اخلص كلامي بعدين رد علي. الممثل محمد الشهراني حياك الله. صراحه شرفتنا هذه الليله. الله يشرف مقدارك والشرف لي طال عمرك. الله يطول بعمرك. اول البدايه ستكون مع فهد فيصل الحربي. فيصل، الانطلاقه الانشاديه متى كانت، وفي يعني في عمر كم؟ الانطلاقة الصراحة كانت في مكان معين، لكن ما أقدر أقول. عند الدرج. أنا كنا نغني عند الدرج حنا عشان الصدى اللي في الدرج. الله. متى، من يعني أول واحد أشاد بصوتك؟ أول اكتشاف فيصل الحربي. اكتشاف الاكتشاف كان أيام ال جيب الناس إلى زي الناس. هذول عزال معلك منهم. وش كنت تقول؟ يا أخوي سد فمك لين أخلص من الرجال. كمل. وش كان السؤال؟ السؤال كان من اكتشف فيصل الحربي، صوت فيصل الحربي، أو من الذي دعم فيصل الحربي وأعطاه المعنوية لكي يبرز هذه الموضة؟ أول شخص اكتشف فيصل الحربي أنه منشد، اللي هو مدرس كان عندنا في الابتدائي. أوجه له تحية إذا كان هو محمد، خليني اذكر اسمه شو، محمد الشمري. ونعم ونعم والله ونعم. عنده بدايه تحيه الحين؟ ايه الحين. كانت في البدايه اسبوع المرور، الاناشيد اي احتفال اسبوع المرور، اليوم الوطني، اشياء هذه. طيب، هل اول عمل الفيصل الحربي، اول عمل متى كان؟ اول عمل انشادي يعني شنو؟ اول عمل كان اوبريت. اوبريت فيش؟ اوبريت زواج. طبعا نرحب ايضا بك ضيفنا الثاني محمد الشهراني. محمد الشهراني، انت ممثل جميل جدا، وصراحه شفت لك مشهد اللي اعجبت فيه انا، اللي يشيدون عليه الجمهور، اللي هو امام اللجنه جلجله ترك الدوسري. صراحه جدا جميل، كان التمثيل جدا رائع. الله، حتى شادوا عليك اللجنة، إن شاء الله شادة طيبة. أنا ما يهمني اللجنة، لا تجيب العيد. اسمع اسمع، قد ما يهمني رأيك الشخصية. الله يطول بعمرك. شخصية قوية جدا وكلمة قوية جدا. البداية بداية التمثيل، مع الظاهر ما حد قال لك ممثل. جاي بعمرك وقال أنا ممثل. أمدح. أمدح. أمدحني عشان أسألك سؤال زين. عبد المجيد بن نفال أفضل مقدم وافضل صوت في البرنامج. حلو، شرف عظيم. انا رجل يسمونه ذاك الدكتور، يقول الرجل اللي يحب المدح منه كريسيبي من اللي هو سكترابات. سكترابات يمدحني. لا ما عاد استضيفك. اسمع يا عبد المجيد، انت صراحه شخصيه فاشله. الله يطول بعمرك. ولقائك هذا فاشل. الله يطول بعمرك. بعدين هذا طولك وجسمك ذا كله، اخر شيء ينادونك جيدو. حبيتك صراحه زياده. حبيتك زيادة. البداية شكرا أبو سامي. بداية الممثل العظيم، الممثل اللي الأسطوري، اللي يعني صراحة شخصية لن تتكرر، متى كانت بدايتك وفي أول مشهد يعني مثلت؟ أول مشهد مثلته. أول مشهد مثلته عن
smile.